السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه العيش الأبوري او العيش القبوري على حسب المسمى في البلاد. طري جدا وعجينة هشة قوي وقطنية تحفة. ممكن نقول وجبة منقذة، مش مكلفة واقتصادية قوي قوي، تنفع رحلات في المدارس في اي ظرف طارئ كده. زي ما انتم شايفينها جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. تعالوا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنسمي الله ونشوف المقادير والطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعتنا: معلقه كبيره من الخميره الفوريه، لو مش عندك الباكت الكبير هتحطي كيس خميره فوريه ويفضل يكون دريم، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره ممسوحه من الملح. الميه بتاعتي هتبقى دافيه، وطبعا على حسب الحاجه بتاعه العجين، وطبعا ده لان نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان. دلوقتي ده معايا البولش اللي انا عملته معاكم قبل كده، وده سر طراوه اي معجنات في المحلات. هناخد منه معلقتين كبار او قطعتين، وكمان 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام، ده انا جايباه من عند العطار عادي. بولة ناشفة هحط الخميرة والسكر والملح ورشة البيكنج باودر، وهحط شوية مية صغيرين دافيين، وهحط قطعتين او معلقتين كبار من البولش، ومعلقة صغيرة من الخل، وهدوبهم كلهم مع بعض بالشكل ده عشان ابدأ افوق الخميرة بتاعتي وتبدأ تتفاعل وتديني النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. دلوقتي هنخل الدقيق بتاعي بالشكل ده، 3 كوبايات من الدقيق هنخلهم كده، وبعدين هبدأ ألم العجينة بإيدي. دلوقتي هضيف معايا ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من السمنة البلدي أو ربع كوباية من الزبدة، وهرجع ألم في العجينة تاني بالشكل ده. هرش رشة خفيفة من الدقيق على الرخام عشان أبدأ أفرد عليها العجينة، ودي أهم مرحلة في العجن. لازم نفضل نعجن كويس قوي قوي بالشكل ده عشان نشرط الجلوتين اللي في الدقيق، وبالتالي تدينا عجينة ملساء وناعمة وهشة وطرية. هفضل أخبط فيها كده عشان نشط الجلوتين فيها ولت وعجن وبوكسات وكده، لحد ما تديني العجينة الناعمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. دلوقتي هحطها في البولة بتاعتي وهسيبها حوالي ساعة ترتاح وتخمر، وبعدين نرجع نشوفها. اغطيها بفوطة نظيفة واسيبها في مكان دافي، وبعدين ساعة بالظبط وهترجعي تلاقيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي كده ما شاء الله العجينة ناجحة جدا، بطاطية زي ما انتوا شايفينها كده، وده نتيجة العجن الكويس اللي احنا عجناه، والخبط والرزع اللي احنا عملناه فيها ده هو اللي خلاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اشكلها كور، وعندي على الميزان هحطها، وعايزة انا اعمل فطاير صغيرة طبعا عشان عندي اطفال، فعايزاها ما بين 70 ل من 75 ل 80 جرام. لو مش عندك الميزان هتقسمي العجينة بتاعتك على 8 كور، الثلاث كوبايات هيعملوا لك 8 كور، المقاس بتاعهم محترم جدا. انا هنا بظبط العجينة بتاعتي على الميزان بتاعي، وبعد ما بخلص تشكيل بالشكل ده هبدأ اغطيهم بفوطة نظيفة وهسيبهم كمان ربع ساعة يرتاحوا. دلوقتي هبدأ أفرد كورة كورة، وهجيب طبعا أول كورة أنا عملتها، يعني هجيب الأول بالأول وهكذا. هبدأ أفردها بالراحة خالص كده، ببططها بإيدي بحنية كده، يدوب ببطن صوابع إيدي، وبعد ما ببططها مش بفردها قوي، يدوب حاجة بسيطة كده، وبعدين بعمل لها الأحرف اللي انتوا شايفينها دي، ودي عشان الحشوة. الحشوة بتاعتي هنا بيض، وعليه طماطمية متقطعة قطع صغيرة، وفلفل حامي برضو متقطع قطع صغيرة، ورشة ملح صغيرة، وربع معلقة فلفل أسمر عشان الزفارة. نفرد الباقي نفس الكلام، هبططها حاجة خفيف قوي وأعمل الأحرف بتاعتها
عشان اقدر احط الحشوة والاحرف دي. هو ده الحيطة او السور اللي مش هيضيع لي الحشوة بتاعتي وخليها تقع يمين وشمال. ونصيحة هنا، شكلي كل العجين بتاعك الاول وبعدين ارجعي حط الحشوة مرة واحدة. انا اول واحد عملته وحطيت فيه الحشوة، طبعا عشان كان لسه فيه باقي العجين فكب شوية على الصاجة، فاضطريت ان انا الفه زي ساندوتش كده. وبعدين كملت العجين زي ما قلت لكم كله مرة واحدة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطيت الحشوة بتاعتي كلها مع بعض. ممكن تستبدلي الحشوة دي، وهو ده الاساس اصلا، انك تحطي البيض مع ميكس جبن، تكتري من الجبن كده بتبقى تحفة. انا طبعا مش متوفر عندي غير البيض وغير الطماطم والفلفل، فانا عملت الافتكاسة دي، لكن طبعا لما تحطي البيض مع ميكس جبن بتبقى رائع جدا. الفرن بتاعي سخن جدا جدا جدا، ببقى عاملاه على اعلى درجة حرارة. بعد ما بخلص بالشكل ده وبحط الحشوة بتاعتي، برش رشة ملح صغنطوطة قوي على الوش كده عشان السكارة بتاعت الطماطم تروح، وبدخلها الفرن. الفرن يكون حامي جدا، بعدين ابدأ اعمله على درجة حرارة 200، وايدي الشواية ويبقى فوق وتحت شغال عشان تستوي على طول. بتدخل الفرن حوالي 13-14 دقيقة كده. وده العيش الأبوري الكبير. أنا عملت حتة عجينة تانية عشان أعملها واحد على بعضه كبير زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده، برضو نفس الحكاية، فردت فستانية زي ما عملت الباقي، بس ده عملته فستانية مباشرة، وعملت الأحرف بتاعته وحطيت برضو الحشوة. هدخلهم الفرن يستووا معايا وياخدوا وش. أحطهم الأول 10 دقايق كده وانا ايدي الفرن، وبعدين ابدا ايدي الشوايه عشان الوش بتاعه يحمر. بيخرج بالشكل ده، مجرد ما بيخرج بغطيه بفوطه نظيفه عشان يحتفظ بالطراوه بتاعته. بغطيه 5 دقايق مثلا، وبعد كده تبداي تاكليه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين عامل ازاي، التسويه بتاعته رائعه جدا. جربوه مش هتندموا. بصوا من جوه ما شاء الله هش جدا وابيض قوي، والطعم ملوش حل. عايزة تحطي كاتشب، عايزة تحطي مايونيز، عايزة تلعبي في الحاجات في الصوصات دي براحتك خالص. وزي ما انتوا شايفينه بالشكل ده، كان سهل وبسيط، مخدش معانا وقت تماما، وسريع، ينفع للرحلات للمدارس. انا طلعت العيش الابوري الكبير اهو وغطيته 5 دقايق كده او 10 دقايق عشان يبقى طري معايا، وهتشوفوه دلوقتي من جوه عامل ازاي. وده الصغير، بصوا الكبير ما شاء الله تحفة جدا، الريحة حلوة قوي قوي، والطعم احلى كمان. بصوا العجينة قطنية وهشة، والتسوية ممتازة من فوق ومن تحت. بصوا من جوه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا جدا. وجربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك او السبسكرايب، واضغطوا علامة الجرس ودوسوا على الجرس اللي هو تشغيل الكل ابو دان ده عشان يوصل لكم اي جديد ان شاء الله. جربوا وان شاء الله يعجبكم قوي قوي. وده البيض اهو، بصوا عامل ازاي، وشوفوه من جوه كمان هيعجبكم جدا. ينفع في عزومات، في رحلات، في وجبة عشاء طارئة وسريعة، سهل جدا وسريع، ومقاديره كلها موجودة في بيوتنا، مش مكلف تماما، وجبة اقتصادية جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.